مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من المجد. النهاردة معانا ضيف، وضيف عزيز علينا. قبل ما أتكلم عن ضيفنا هنبدأ نتكلم زي ما اتفقت مع حضراتكم على فقرة رأي المجري. وزي ما قلت قبل كده رأي المجري ده مش رأيي أنا شخصيا، لا ده رأي البرنامج اللي احنا شايفينه صح هنقوله واللي احنا شايفينه غلط هنقوله. رأي المجري في حلقة الليلة من المجري تحت عنوان وأنا قاصد لا للتعصب، لكن في نفس الوقت أنا هتولى المسؤولية دي كده إن شاء الرحمن الفترات اللي جاية كلها. وعايزين نبعد عن التعصب. ليه نقول التعصب؟ لأن الساحة الرياضية دلوقتي من برامج لصحافة لسوشيال ميديا لكل شيء سمك لبن تمر هندي. فعلاً هتقول طب ما انت من الموجود مع الاعلام الرياضي. انا هبدا بنفسي، لازم ابدا بنفسي عشان كله يبقى فيه حساب ويبقى فيه رقيب على البرامج الرياضيه وعلى الصحافه وعلى السوشيال ميديا وعلى حاجات كتيره جدا. التعصب ده مش جنسيه، التعصب دوت مجرد انتماء، بتنتمي لنادي شجع زي ما انت عايز، وبعد المباراه او بعد اي بطوله خلاص. انما التعصب يخليك تخسر اخوك، تخسر صديقك، تخسر اهلك، تخسر حاجات كتيره جدا. وانا بقول لكم مفيش حاجه دايمه الا وجه الله سبحانه وتعالى. عشان كده انا بقول التعصب، وهنبداها بالبرامج الرياضيه. يعني انا بشوف برامج رياضيه، يعني والله العظيم انا زعلان جدا ان انا بقول الكلام ده، لما بيبقى في مذيعين موجودين على احد القنوات ويتكلموا بيقولوا اي كلام مفيش صله بالكلام اللي بيقولوه بالرياضه، مجرد ان بقى قاعد قدامه شاشه. طب احترم المشاهد اللي قاعد قدامك، انما لا، اللي بيحصل ده كلام تهريج وكلام فاضي. عشان كده بقول للمسؤولين عن الاعلام بصفه عامه، مش عن البرامج الرياضيه، لا البرامج الرياضيه انا بقول لكم ولا حرج، مالهاش صاحب، فعلا مالهاش صاحب. اي مذيع بيطلع، اي واحد عاوز يطلع يبقى مذيع بيطلع بيتكلم بيقول اللي عايزه، لازم يبقى في معايير. احنا هنا هنبدا من برنامجنا هنا، احنا وضعنا لضيوفنا معايير، وضعنا للاسئله بتاعتنا لازم يكون في حد. ما فيش حاجه اسمها طلوع عن الروح الرياضيه، لان احنا بنخاطب ملايين الملايين. انما للاسف في البعض، يعني انا سمعت حاجه والله ضحكتني وفي نفس الوقت زعلتني، اللي هي واحد مذيع طلب يتكلم بيقول لك الاتحاد الافريقي بيخدم النادي الاهلي. فالتاني بيساله بيقول له طب انت بيخدم النادي الاهلي في ايه؟ قال له لما بيجوا في القرعه، القرعه بتاعه اللي بيعملوها ديت ويطلعوا الاسامي بتاعه الفرق، عاملين كره سخنه وكره ساقعه. في حد في الدنيا يقول كده؟ وبيطلع للراي العام الكره الساقعه بتبقى للنادي الاهلي، والكره السخنه ده بيبعدوا عن الفرق القويه. يعني ده تهريج والله، والله العظيم ثلاثه تهريج، عشان تطلع انت بتستخف بالمشاهد اللي قدامك، بعقليه المشاهد. المشاهد احسن اكثر حاجه عنده منهم محولك بقيت بره. فأتمنى من المسؤولين قبل ما توقع الفاس في الراس زي ما بيتقال مثل بتاعنا، اللي أنا شايفه في تعصب كبير جدا جدا عن الساحة، من الإعلام، من الصحفيين، من البرامج، من السوشيال ميديا، من كل حاجة. أنا يا جماعة بقول لكم خلي بالكم الفترة اللي جاية، إحنا فترة حرجة جدا. ده مش معنى إن أنا بقول كده الكلام ده كده مجرد كلام وخلاص، لأن إحنا لازم نغير من نفسنا. مصر رجعت خلاص، مصر رجعت ورجعت بكل قوة. تشوف دلوقتي الطرق الحديثة اللي مش موجودة في دول في العالم متقدمة. بنشوف البنية الأساسية لمصر كلها بتتبني من جديد. بنشوف مدن جديدة بتطلع. طب الله احنا فين؟ بقى احنا شايفين الكلام ده كله بيطلع وقاعدين ساكتين واحنا بنهد اللي بيتعمل دوت في شوية كلام فاضي على الإعلام. يا جماعة ما ينفعش والله وحياة ربنا. اللي بيحصل ده كلام تهريج. لازم نبص لبلدنا، بصوا البلد بتاعتنا اتبنت ازاي؟ يا اخي يعني انا مش عارف والله العظيم الناس دي، احنا ما بنحسش بالناس المسؤوله الكبيره اللي بتخطط واللي بترسم واللي بتطلع بلد تانية خالص غير الموجوده، وده تحت قياده سليمه. انا مش بقول الكلام ده، انا ما بطبلش حد ولا عاوز حاجه من حد ولا محتاج مناصب ولا محتاج اي حاجه. انا الحمد لله ربنا ساترها معايا وربنا يكمل ستره علينا. لازم يبقى الناس عندها حميه شويه على بلدها. هيقولك طب ما انت كنت لعيب كرة وطلعت بقيت اعلامي، بس انا اتعلمت على ناس مع ناس
عملت الكيان الاعلام المصري زي مدام سناء منصور ربنا يديها العمر والصحه، الاستاذ حمدي الكنيسي، زي قناه ثالثه مدام عيشه البحراوي، استاذ محمد رجائي، استاذ مدحت زكي، ناس كتيره جدا يعني مش عاوز انسى حد. دول اتعلمنا على ايديهم ازاي نطلع، ازاي اطلع اتكلم مع المشاهدين، ازاي احترم المشاهد، ازاي البس كويس ويبقى المنظر العام كويس عشان انا بحترم المشاهد اللي موجود. انما اللي احنا شايفينه ده على الساحه ده ما يرضيش ربنا، فلازم يبقى لينا وقفه. انا من هنا ورايح بقول لكم ان شاء الرحمن لو لينا عمر يا رب، انا مش هسيب اي حاجه تطلع كده عمال على بطال. احنا من الحلقه دي عندنا لا التعصب.